أعلن الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم عن فتح باب التسجيل لاكتشاف المواهب القطرية الواعدة لرماة المسدس الهوائي. للمزيد حول أهمية الأنشطة والفعاليات التي سينظمها الاتحاد خلال عطلة الصيف، يسعدنا استضافة السيد عبد الله علي المطوع الحمادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم. يا مرحبا ومسهلا يا أبو حمد، حياك الله معنا. يا هلا. إضافة إلى هذا كله، بعد نذكر المشاهدين أو نقول لهم أنك بعد كنت حكم دولي أولمبي في الرماية كذلك. يا مرحبا ومسهلا. ما زلنا بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة في برنامج ترحيب قناة الريان، وهذا ليس مغريب عليكم لإلقاء الضوء على البرامج الصيفية في الاتحاد ونادي الرمي. محلكم الله يسلمك وشرفنا طال عمرك. الله يسلمك. أبو حمد، ودنا نتكلم شوي يعني عن الرماية عموما، مدى إقبال الشباب عليه هنا في قطر، وما شاء الله يعني نشوف أن الجيل الصاعد بدأ يدخل في كثير من الرياضات المختلفة، ولكن رياضة الرماية هي مختلفة عن سائر الرياضات، فنبي نتكلم شوي عن مدى الإقبال، التشجيع، اكتشاف المواهب ايضا من الشباب اللي يدخلون عندكم في المجال. هي طبعا الرمايه هي رمايه الاجداد. نعم. لهذا السبب الاقبال ما شاء الله عليها كثير. ونادي الرمي الرياضي واتحاد الرمايه لهم استراتيجيه لاستقطاب بالذات الشباب اللي اعمارهم صغار الموهوبين. لهذا السبب احنا يعني دائما وسنويا نعمل برامج صيفيه. نعم. وبالذات في المسدسات الخفيفة الهوائية. فبإذن الله تعالى يعني بيكون شهر 7 من 1/7 إلى 1/8 هو برنامج صيفي لاستقطاب المواهب، والعمار بتكون من 15 إلى تقريبا 10 سنوات، حتى لو جاءنا حد أكثر من 16 أهلا ومرحبا فيه. نعم. وآلية التسجيل أبو حمد؟ التسجيل الله يسلمك آلية سهلة جدا. طبعا احنا حطينا نشرنا في الميديا، سواء كان في الانستغرام او في تويتر وسائل التواصل الاجتماعي، ان التسجيل بيكون مفتوح ليوم 30. نعم. شو المطلوب مني على اساس؟ ولا شيء، يروح هناك يحضر الاتحاد ويجيب معاه صوره بطاقه بس لاثبات السن، والامور كلها مسهله باذن الله. يحتاج حضور ولي الامر بحكم ان لحد الحين سنها ما وصل حد البلوغ؟ طبعا اكيد ولي الامر بيجي معي. نعم. احنا ليش تطرقنا؟ احنا ودنا ولي الامر يجي على اساس يشوف كيف احنا يعني ترتيباتنا للفئه السنيه هذه، لان تدري احنا يهمنا كثير كذلك طبعا الدراسه التربيه والتدريب هم مهمه جدا. بالعكس احنا نرحب بولي الامر سواء كان اب او اخ، حتى لو ام، يعني الميادين مفتوحه، وان شاء الله التسجيل بدا من الأسبوع اللي راح لـ30، ما عدا طبعاً لـ30 الشهر، يعني لـ30 الشهر هذا، يعني ما عدا طبعاً الخميس والجمعة طبعاً إجازة لآخر، لأن البطولة بتكون من 1 إلى 3، فبتكون في تدريبات لهم كيفية طبعاً مسك السلاح، احتياطات الأمان، كيفية سحب زند، كيفية التركيز على الموجه، أمور هذه الفنية اللي طبعاً تستوجب إنه يعرفها الرامي قبل ما يبدي الرماية. الله يوفقكم إن شاء الله. طيب أبو حمد، يعني كل رياضة مطلوب فيها لياقة، مطلوب فيها تركيز، مطلوب فيها يعني أشياء تخص الرياضي بالتحديد، لكن إحنا لاحظنا أن في رياضة الرماية تقريبا مو بشرط أنه مطلوب مثلا يكون الواحد فت أو يعني جسمه يكون رياضي، ممكن يكون تركيزه عالي، يكون الذهن حاضر وقت الرماية. توضح لنا أكثر للمشاهدين وش اللي مطلوب أكثر شيء في الرامي؟ شوف الله يسلمك، هي الرياضة مثل الرياضيات الأخرى. نعم. فأكيد اللياقة مطلوبة بشكل عام. لكن هي لياقتها تختلف. لا، هو بلا شك هي طبعا لازم تكون في لياقة تركيز ذهني، لياقة ذهنية، لازم لياقة بدنية. لازم لياقة بدنية، يكون عندهم تحضير نفسي. يعني أحيانا بعض اللعيبة يكون معاهم دكتور نفسي لتحضيره نفسيا لدخول المسابقة. اللياقة مهمة جدا، لازم يعني لها جرعات الجيم، له جرعات الجري، يعني بشكل عام الرياضة بشكل عام. فترى بعض الناس يفكرون أن الرياضة ما تحتاج لياقة، لا بالعكس الرياضة تحتاج لياقة. نعم. هذا كان سؤال حمد، يعني على وجه التحديد يمكن العقل السليم حمد في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم بشكل عام. أبو حمد، أنا يمكن كنت من رواد يعني الرماية، وكنت أدخل في الاسكيد فترة طويلة يعني، وتعلمت الأمانة استفدت من هذه المدرسة. لو نتكلم شوي ونسلط الضوء على أنواع الرياضات اللي موجودة،
شوف الله يسلمك، احنا طبعا بدينا بالشوزن اللي هي رمايه التراب والسكيت والسبورتنج. طبعا كنا قبل دبل تراب، بس الحين بحكم ان دبل تراب صارت مش لعبه اولمبيه فتم التركيز الحين على التراب والسكيت والسبورتنج. السبورتنج يعني شكل تشبيهي للقنص، خاصه للشباب اللي يروحون المقناص، بالذات انا لما اروح المقناص قبل ما اروح ادخل بجرعات تدريبيه على اساس يكون في تركيز. نعم. وعندنا الله يطول في عمرك طبعا الرمايات الاخرى اللي هي المسدس، طبعا الهوائي بندقيه، الهوائي مسدس، عندنا ال 25 مسدس، عندنا ال 50 بندقيه، ثلاث وضاع، وضعيه الرقود. لكن احنا حاليا مركزين في الشوزن، ومركزين الله يطول في عمرك على المسدس الهوائي والبندقيه الهوائي. ليش؟ على اساس الفئه السنيه، لان انا ما اقدر اودي مثلا واحد عمره صغير 7 سنوات اخليه يحمل سلاح، انا بعد لازم تهمني الاحتياطات صحته انه ما تصيبه اصابه. صحيح. فاحنا بالنسبه حق الشباب الصغار هذول الهوائي نرميهم طبعا على سنادات، وهو المهم عندنا ان المدرب على اهداف ثابته مش متحركه يعني نفس الشيء. لا هدف ثابت بس الكتروني. الالكتروني. بس انا قصدي السلاح ما يحمله في البدايه حمل. صحيح. ما يحمله او المسدس لانه وزنه 5 كيلو تقريبا. نعم نعم. فعلى هالاساس احنا ابو حمد ما قطع كلامك بخير، بعدين المسدس 5 كيلو ويرفع ممكن اليد تهتز اذا اللياقه اي مو هذا الله يسلمك. إيه؟ هذا كلها لياقه. إيه؟ فاحنا كبدايه ما نخلي الرامي المبتدئ انه والله يحمل السلاح، فنحطه على ستاند او على سناده عندنا في سنادات في الميادين. اهم شيء عندنا ان المدرب يعلمه على كيفيه سحب الزند، هاي مهمه جدا. كيفيه التنفس كذلك. إيه؟ مهمه جدا. والتركيز على الموجهات وليس على الهدف، لان اذا انت ركزت على الهدف راحت عنك. لا لحظه نعيد مره ثانيه الموجهات. انا سؤالي وسؤال حمد واحد. انا بسري بالتحديد وضح لنا ايش معنات الموجهات. الموجه هو الله يطول في عمرك وعمرك في عندنا طبعا في البندقيه موجه امامي او مسدس، موجه امامي خلفي. الموجه اللي هو النيشان. النيشان اللي قدام. اللي قدام واللي وراء. الابره اللي قدام واللي وراء. واللي وراء. فانت هنا تركز تحط عينك على الموجه الخلفي والامامي. الامامي. يكونون يعني في وضعية في وضعية واحدة على الهدف، بس التركيز يكون على الموجهات مش على الهدف. الهدف يكون مضبضب مثل الضباب كذا. نعم صحيح. الله صح. لهذا السبب الله يسلمك طبعا احنا عندنا الأخ علي بن سعيد المناعي، كان ودي انه يحضر بدالي لكن هو عنده ارتباطات أخرى. نعم. صراحة رجل ماسك مدير المنتخبات، رجل نشط، فالسنة هذه يعني وضع برنامج للموهوبين اللي احنا نزلنا عنه ان شاء الله وبالنفذة تاريخ من 1/7 إلى 3/7 على اساس نشوف الناس الموهوبة. واي موهوب الاتحاد يتبناه كاملا ونسوي له جدول بحيث انه ما يضر دراسته. صحيح. يعني الحين فترة الإجازة أيضا. فترة الإجازة. لكن أنت تتكلم عن المعدية. إذا كان احنا تبنيناه فلازم يحضر على الأقل في أسبوع مرتين ثلاث. صحيح. ناخذ حساب بال الدراسة. ولا ننسى طبعا فوق ذلك بالإضافة للنادي طبعا عندنا نادي الرمي الرياضي تم تأسيسه 2016 وهذا النادي طبعا احنا ركزنا على مثل ما قلت لك الشوزن، مفتوح من 4 عصرا إلى 8 مساء يوميا ما عدا طبعا الخميس والجمعة. وبالعكس يعني من النادي هذا دائما هو فلوسيل هذا فلوسيل. أبو حمد نعم ترى يعني هي بين في تعاون بين النادي والاتحاد لان النادي الرياضي تحت تنظيم وزاره الثقافه والرياضه، اما الاتحاد تحت تنظيم اللجنه الاولمبيه. وكذلك تم تدشين لو شفتوها العربه الميدان المتحرك في رمضان الماضي ويعني وقت بطوله نيشان بحضور وزير الثقافه والرياضة. نعم. وصراحة هذا الميدان ميدان متحرك، احنا في العيد ودينا الميدان في سوق واقف وحطينا رسوم بسيطة جدا بس عشان الالتزام، لان انت بتخلي شيء مفتوح ما بيكون في التزام. وبالعكس في يعني جديد يعني في اقبال كثير في اقبال. نعم. كثير واستقطبنا رماد. الله يوفقكم ان شاء الله. ابو حمد تقريبا مثل هذه الرياضات طبعا مهمة على اساس يعني الناس تقبل على ممارستها ويكون عندكم عدد كبير من ممارسينها، لكن ايش تنصح فيه في البدايه؟ اي واحد يبغي مثلا على سبيل المثال انا بروح عندكم على اساس اني برمي وجيت عندكم كبير واعرف امسك البندق واعرف كل حاجه، لكن تنصحوني في البدايه هل هو بالمسدس الهوائي ولا بالشوزن ولا بالثابت؟ ايش اللي تنصحوني فيه كبدايه لي؟ والله شوف هو طبعا اذا يجينا رجل
كبير حسب رغبته، حسب الرغبه. لكن الله يسلمك، انا لو تسالني، لان المتعه خاصه انت كبير، المتعه في الشوزن. المتعه في الشوزن، نعم. في الشوزن نادي مفتوح مثل ما قلت لك، في عندنا مدربين ذو كفاءه. صحيح. بعدين برسوم بسيطه رمزية جدا، تاخذ لك لفه سلاح مدرب تستمتع تطلع فايده متاكده. 25 طلقه اعتقد البوكس، ولا البوكس 25 طلقه. 25 طلقه رسوم بسيطة كلها، يعني 100 ريال مو هبدي هي على وناستك وعلى يعني لا على اساس يكون في 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 التزام، وفي في التزام من الناس. كذلك عندنا النادي له اعضاء، يعني ممكن عضو سنوي او عضو كل 6 شهور بالاضافة الى الرماية اليومية. اذا انت مو بحب انك تكون عضو دائم، مو من الهواة اللي دائما ترمي، فالافضل لك انك تيجي يومي ترمي لك لفه لفتين. طيب انا ودي اتكلم ايضا عن العضويه اللي تفضلت فيها، يعني العضويه لمده 6 شهور او لسنه، كم رسومها وش الاستحقاقات اللي تنبني عليها؟ والله شوف للامانه انا ما تحضرني رسومها، لان في ناس مختصين فيها، لكن ممكن اي واحد. وش الامتيازات لو دخلتها انا 6 شهور؟ الامتيازات الله يطول بعمرك، اذا انت كعضو اول شيء تقدر تستخدم جميع المرافق في هناك، حوض سباحة مغطى، في جيم، جميع الأجهزة موجودة، بالإضافة لذلك ممكن يجي معك ضيف يدفع نصف الرسوم بدل ما يدفع رسوم، يعني أثناء الرمي وجولة أثناء الرمي، يعني بدل ما يدفع 100 ريال الضيف يدفع 50 لك ضيف واحد. وأنت كعضو كم تدفع أثناء جولة الرمي؟ 50 هي ممتاز، لكن لما بتيجي مو بعضو بتدفع 100. فلا أخفى عليكم كذلك، احنا طبعا سنة 2019 هناك جهات يعني عملت معنا اتفاقيات على أساس الصيف عندكم القوات المسلحة، أبناء القوات المسلحة عن طريق الاتحاد الرياضي العسكري تقريبا 400 ابن وابنة من منتسبي القوات المسلحة، كذلك عندنا 250 أطفال من وزارة الداخلية عن طريق اللي هم الجندي الصغير او المرشح الصغير اللي دائما يعلنون عنه في الصيف. اي هم الله يسلمك على اساس انه بيجيبون ابناء منتسبين القوات، ابناء منتسبين وزاره القوات المسلحه ولهم جدول بالاسبوع. ولكن التسجيل مفتوح للجميع يعني؟ لا هو مفتوح للجميع، يعني مفتوح للجميع سواء الشوزن او نادي المسدس الهوائي. ومثل ما قلت لك ترى الرماية الهوائية بعض الناس يقول لك أوه هذه مصجمة، لا هذه ترى هي أساس الرماية بالنسبة للبندقية والمسدس، هي الأساس، هي الأساس، وهي رماية أولمبية معتمدة من الاتحاد الدولي. يعني ناس تقاتل على أساس تحصل لها بطاقة تأهيل عشان تشارك، ولها متابعة كبيرة، لها متابعة كبيرة. ويعني بالعكس احنا أنا ودي الناس يعني والجمهور أكلمهم من قناتكم، قناتك قول الموقرة، أن يشرفونا في ميادينا، واحنا مستعدين نوضح لهم كل يعني ما عندنا من توضيح. رايتكم بيضاء ابو حمد، رايتكم بيضاء ابو حمد، متوقعين يكون فيه يعني اقبال في على هذه الرياضه؟ طبعا في هذا الوقت الصيفي ان شاء الله اقبال. الله يسلمك، احنا عندنا في نادي الرمي يعني لو تجي الشوزن او الهواي ما شاء الله الاقبال ترى هو اغلبيه الشباب في ذاك الوقت. انا اذكر ابو حمد كانوا يدخلون ما شاء الله على السكيت يعني، ما هذا اقول لك بشكل كبير يعني روايه صيد والناس صاحب بعدين اهداف متحركه وكل محطه صعبه يعني. نعم السكيت الله يسلمك او الترابول سبورت في اكشن، لان الطبق يطير قدامك بالضبط انت ارمي. بعدين انا اعرف ربعي ابو حمد ومقطع كلامك بالخير، في بينهم تحدي، مثلا انا وخالد في بينه تحدي، يلا وعد هناك صح. ورمي ويلا وخلنا نشوف. على هالاساس انا ادعوكم انتم عشان تتحدى معنا ان شاء الله. بارك الله. احنا بعد في ربع اتابعهم مثل ناصر بن صالح العطيه الله يذكره بالخير، بطل الاولمبي دائما عندكم. ناصر الله يطول بعمرك هذا رامي مخضرم، واحنا بالعكس حتى لما يكون عندنا مواهب ندعو، يعني طبعا رماة مخضرمين مثل رامي ناصر، مثل راشد بن حمد، يعني واسمحوني اخواني يعني ما اقدر اذكر كل الاسماء. انا والله مثلك، في بن حبونه وفي بعد اللي هو راشد المري بعد العذبه. اي نعم في مجموعه ان شاء الله عليهم. الحين هم الله يسلمك في ايطاليا عندهم معسكر وبيحضرون ان شاء الله بطوله عالم باذن الله تعالى ان شاء الله. احنا طبعا السنه هذه خليناها بس يعني في من 1/7 الى نهايه 8، لان تدري الاتحاد ملتزم عندنا بطوله كبيره ان شاء الله. نعم صحيح في شهر 11 من 3/11 الى 14، هاي بطوله اسيويه يعني فيها 44 دولة يتنافسون على 38 بطاقة مؤهلة إلى
اليابان، ونتمنى ان شاء الله فريقنا القطري ان شاء الله. وكم فئه بيشاركون في هذه البطوله اللي هي هاي بالنسبه لنا؟ يمكن انها بطوله اسيويه، فاحنا جميع الفئات حطينا فيها جميع الفئات، حتى اليوث اللي هم اعمارهم من اللي توهم يعني من 18 الى الى 15. الله يوفقكم جميع الرياضات ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. كلمه اخيره يا ابو حمد حاب توجهها للمشاهدين. والله كلمه اخيره انا اقول للجمهور، يا اهلا ومرحبا فيكم، واتحاد الرمايه ونادي الرمي الرياضي محلكم وبيتكم الثاني، وبالعكس في اي وقت يا اهلا ومرحبا. ويعني اطلب من اولياء الامور ان ان شاء الله يسارعوا بالتسجيل قبل انتهاء التسجيل مواهبنا الصغيره هذه، احنا نتمنى نشوفها باذن الله تعالى، واحنا حاضرين ابد شوف بيض الله وجهك. رايتكم بيضاء. عبد الله علي المطوع الحمادي، عضو مجلس اداره الاتحاد القطري للرمايه والقوس والسهم والحكم الدولي والاولمبي في الرمايه، شكرا لوجودك معنا في برنامج ترحيب، وما قصرتوا على هذه الانجازات. شكر الشكر لكم وجزاكم الله خير. وياك ان شاء الله نشكركم بالتوفيق يا ابو حمد. اذا